وأهل الأهواء وعيادتهم، وهل في ذلك توقير لهم؟ لا، زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب، إذا كان المشركون يزارون للدعوة، إذا كانوا في الموت، سياق الموت، يعني زيارة مرضاهم لأجل دعوتهم لا بس، أما زيارتهم من غير دعوة لا يجوز. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.